السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقعنا موقع بنين وبنات هو موقع تعليمي مفيد جدا للأطفال. يحتوي الموقع على 13 أيقونة مقسمة كالتالي: إسلامنا، حياة النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، قصص الأنبياء، عظماء الإسلام، مكارم الأخلاق، رياض الأطفال، طبيب بنين وبنات، اسمع واستمتع، بوابة الترفيه والمرح، بيت المرح، بيت العلوم، ركن البنات. أيقونة إسلامنا تحتوي على مشاهد كرتونية للطفل، أي قصص بها معنونة بهذه العناوين على شكل قصة كرتونية. فلو أخذنا على سبيل المثال البرق والرعد والمطر، نرى هنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، تحتوي على قصص كرتونية كذلك عن مواضيع أبرهة والفيل، وهي مقسمة لثلاث أجزاء: وأبناء النبي، وأطفال في صحبة النبي، وهي كذلك قصص كرتونية. أيقونة القرآن الكريم تحتوي على قصص من القرآن أو قصة من القرآن، قصة أصحاب الأخدود، وهي مقسمة إلى ثلاث أجزاء. فبالضغط على كلمة جديد نرى أن آخر ما ورد لهذه الصفحة هذا الموضوع، فهي كذلك على شكل قصة قصيرة كرتونية. بشكل مختصر أيقونة قصص الأنبياء تحتوي على قصة أيوب وإبراهيم وزكريا ويحيى ولوط عليهما السلام ومعجزات الرسل، وهي كذلك قصة كرتونية بشكل دراما. أيقونة عظماء الإسلام تحتوي على أبرز وأشهر الفاتحين أو الفاتحين الإسلاميين، وكذلك الصحابة والتابعين، والطب أبرز الشخصيات ابن النفيس والرازي، وعند العلماء نرى أبرزهم في مجالات متعددة. فلو نظرنا إلى أيقونة بيت العلوم سوف نرى موضوع المغناطيس وبيت النمل، وهي كذلك معروضة على شكل دراما. وبالضغط على كلمة الظواهر الطبيعية سوف تظهر لنا ظاهرة البراكين وبركة الماء على شكل كذلك قصة قصيرة كرتونية. بشكل سريع وكذلك المغناطيس يعرض لنا قصة قصيرة كرتونية مدتها 2:27. قصة مفيدة جدا لتوضيح أهمية أو لتوضيح ما هو المغناطيس. فلو نظرنا هنا إلى كلمة طيل ورق، يعلم الطفل كيفية تكوين هذه الأشكال عن طريق طي الورق ومرح الألوان. فلو على سبيل المثال لو أخذنا العصافير،
بهذا الشكل. رسمت أو لونت، لم أرسم بل لونت، فهي ممتعة جدا للأطفال لتعليمهم الرسم أو التلوين بشكل صح. وهذا هو الموقع، موقع بنين وبنات، وموقع تعليمي ترفيهي للأطفال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.